بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد إن شاء الله في مادة الهندسة الصحية المتقدمة. هنكمل مع بعض النيتروجين ريموفال. في المرة اللي فاتت قدرنا نعرف يعني إيه نيتريفيكيشن ويعني إيه دي نيتريفيكيشن، وقدرنا ناخد مثالين على النيتروجين ريموفال. تعال نكمل مع بعض الأمثلة بالمثال رقم 3. وبيقولك ديتيرمن ذا ديزاين سلاج ايج، عايزك تحسب له السلاج ايج أو اللي هو بنسميه السلاج ريزيدنس تايم، وده قلنا المرة اللي فاتت بيتناسب عكسيا مع الميو. الميو اللي هي معدل النمو بتاعنا، السبيسيفيك جروث ريت. السبيسيفيك جروث ريت دي قدرنا ان احنا نحسبها المرة اللي فاتت، لو قدرنا ان احنا نحسبها في المسألة دي هنقدر ان احنا نجيب من خلالها السلاج ايج. فور نيتريفيكيشن اندر ذا فولوينج كونديشنز، بنديك شوية ظروف بقى بناء عليها هتقدر انك تحسب السلاج ايج ده. اول حاجة بنديك درجة الحرارة ب 10 درجة سيلسيوس، بعد كده بنديك الكي ان دي، وطالما انا قلت ان يبقى انا بتكلم على النيتريفيكيشن او نيتريفاينج بكتيريا. نص دي ماينس 1 ده معدل اللي هو بنقول عليه موت او تناقص البكتيريا النيتريفاينج، هي بتتناقص مع الوقت او بيحصل لها زي ما بنقول اضمحلال، فده معامل الاضمحلال بتاع البكتيريا دي اللي هي نيتريفاينج بكتيريا بنص دي ماينس 1. سيفتي فاكتور 2 لان هو طالب الديزاين، والديزاين بيبقى عباره عن سيفتي فاكتور بنضربه في الزيورتيكال سلاج ايج اللي انا جبته، لما ينضرب في الاثنين دي بيديني الديزاين سلاج ايج. الهيتروفيك ييلد كوفيشنت ده معدل النمو بتاع الهيتروفيك، الاي ب 55%، الاكس دي 64%، والاكس دي عباره عن ديجريدبل فراكشن اوف ميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد. الفلونت امونيا اللي احنا قلنا الكونسنتريشن المره اللي فاتت بتاع الامونيا بيأثر على حساب الميو السبيسيفيك جروس ريت، فهو مديها لك هنا عشان تقدر من خلالها او تقدر تدخلها في حساب الميو بواحد ونص ملي جرام على اللتر از نيتروجين. والريشن بيزن ديسولفد اوكسجين، وقلنا برضو ديسولفد اوكسجين مؤثر على عمليه النيتريفيكيشن، وبالتالي هيبقى مؤثر على حساب الميو ب 2 ملي جرام على اللتر. البي او دي ريموفد، انت بتزيل قد ايه بي او دي؟ 200 ملي جرام على اللتر، وده بنرمز له بالرمز اس ار. الكي بي بواحد من عشرة عند درجة حرارة 20 درجة سيليزيوس، والكي بي عشان برضو تبقى عارف معناها هي انديجينوس ديكي ريت. يعني ايه انديجينوس ديكي ريت؟ يعني معدل برضو التناقص بس ذاتيا للبكتيريا دي او نيتروفاين بكتيريا دي. الاي ان بي 15%، الاي زي الاي يعني يلد، اي ايه هنتكلم عنها اليلد اللي هو النمو كوفيشن معدل النمو، ولكن معامل النمو بتاع ايه؟ طالما انا اي ان يبقى بتكلم على النيتروفاين بكتيريا عموما، بتكلم عن النيتروفاين بكتيريا معدل النمو بتاعها ومعامل النمو بتاعها 15%. تعالى بقى نشوف الحل بتاعنا. في المره اللي فاتت قدرنا ان احنا نحسب الميو من خلال معرفتنا للميو ماكسيمم، وده ان احنا ندخل شويه عوامل في حساب الميو لو تفتكر، زي البي اتش والدي او وغيرهم، وكمان الان اتش 4 اللي هو تركيز الامونيا ذات نفسه في حساب الميو. المره دي انا مش معايا الميو ماكسيمم اصلا، بس عندي علاقه بتقول ان اقدر احسب من خلال الميو ماكسيمم ما بين الميو ماكسيمم ودرجة الحرارة. بيقول لك الميو ماكسيمم عند اي درجة حرارة بيساوي 45% في اي اس 98 من الف في تي ناقص 15، وبالتالي هعوض عادي جدا 45% موجودة عندي ثابت في الاي اس 98 من الف، درجة الحرارة مدالي في المسألة لو تفتكر 10، وبالتالي هعوض عن التي ب 10 ناقص 15، فيطلع معايا 45% في 613 من ألف، هيديني 267 من ألف أو 276 من ألف دي ماينس 1. وبالتالي أنا كده قدرت أحسب الميو ماكسيموم اللي من خلالها هقدر أحسب الميو. تفتكر المرة اللي فاتت كنا بنحسب كل عامل لوحده، بس أنا هنا هديك معادلة للعاملين اللي بيأثروا أصلا عندي في المسألة مباشرة. ولو تفتكر أنا مديك بس تركيز الأمونيا، صح كده؟ كنت مديك تركيز الأمونيا وهي هنا إذا جازز يعني غاز نشادر، ويمديك تركيز الدي او، فهم دول اللي هيدخلوا معايا في الحساب فقط. وبالتالي الميو عباره عن الميو ماكسيمم في ان اتش 3 از نيتروجين على الكي ان اللي هو الهاف ساتوريشن كونستانت بس بالنسبه لي تركيز الامونيا، زائد ان اتش 3 از نيتروجين برضو في دي او على اللي هو تركيز الديسولفد اوكسجين على الهاف ساتوريشن برضو كونستانت بالنسبه لي الديسولفد اوكسجين، زائد الدي او. عوض عادي جدا بالميو اللي انا جبتها اللي هي 276 من الف، وعندي ال NH3
از النيتروجين هو مدولي بواحد ونص مللي جرام على اللتر اهوت، واحد ونص، والدي او نفس الحكايه 2 مللي جرام على اللتر معطى. هتقول لي طبعا جبت الكين اللي هي الهاف ساتوريشن فور نيتروجين والهاف ساتوريشن فور اكسجين بنص وتلاتة من عشرة منين؟ هقول لك دول تيبيكال فاليوز، يعني دول ارقام تيبيكال. لو رحت المعادله رقم 7 في الكتابه وفي المحاضره هتلاقي ان تحت المعادله دي مكتوب ان هو بياخد الارقام دي از تيبيكال، يعني الارقام دي اكثر ايه استخداما، فهو بياخدها ويستخدمها معاه في حساب الميو عند اي درجه حراره. فبالتالي هيطلع معايا ال 276 في ده هتطلع 75%، ودي هتطلع 87%، فهيطلع معايا الميو اللي هو معدل النمو زي ما احنا قلنا السبيسيفيك جروث ريت بتاع النيتروفاينج 18% دي ماينس 1. وانا قلت لك المره اللي فاتت لو خدت بالك من الوحده هي مقلوب السلاج ايج، مقلوب الوحده بتاعت الدي السلاج ايج، وبالتالي اقدر اقلب الرقم ده كده واجيب منه السلاج ايج او السلاج ريزيدنس تايم. بس هنا هطرح منه حاجه مهمه جدا، مش هقلب كده اقول واحد على 18%، لا، النيتروفاينج بكتيريا دي زي ما لها معدل نمو ولها معدل تناقص اللي هو الكي ان دي، زي ما قلنا لها معدل او معامل اضمحلال وموت، تبدا انها تتناقص، مش بتنمو بس، لا ده في تناقص كمان مع الوقت. وبالتالي هطرح 18% ناقص 5% زي ما انت شايف في المعادله اهي، اس ار تي بيساوي 1 على الميو اللي هو معدل النمو ناقص الكي ان دي اللي هو معدل التناقص بتاع البكتيريا دي، هيديني 7.7 دي. طيب ده كده الزيروتيكال. انا قلت لك انا عايز احسب الديزاين، فالديزاين بيقول لك عباره عن اللي هو السلاج ريزيدنس تايم ديزاين بيساوي الزيروتيكال مضروب في السيفتي فاكتور، وانا مديك السيفتي فاكتور باتنين طبعا، هضربه في الرقم بتاعي اللي هو 7.7 هيديني 15.4 دي. كده اقدر احسب من خلال السلاج ريزيدنس تايم ده او السلاج ايج، اقدر احسب حاجات تانية، وهي ان انا مثلا ممكن احسب الميكس ليكور فولاتايل سسبند سوليد والتايم ده الهيدروليك ديتنشن تايم او ريزيدنس تايم ده، وكمان اقدر احسب خلاص هما دول الاثنين المجهولين اللي عندي. وانا جيت حتى في المعادله، تعال نشوف من غير من نخمن احنا ناقصنا ايه، تعال نبص على المعادله بتاعتنا اللي احنا نقدر نحسب من خلال اصلا السلاج ريزيدنس تايم، وانا ما دخلتش فيها من الاول لان اصلا ما عنديش ولا حاجه من الحاجتين دول. اس ار تي خلاص انا جبته دلوقتي اللي هو الديزاين ده من خلال معرفتي للميو، والاكس في ده الميكس ليكور فولاتايل سسبندد سوليد، التركيز بتاعها الميكس ليكور فولاتايل سسبندد سوليد، ده ريزيدنس تايم او الهيدروليك ديتنشن تايم الوقت بتاعي، والاي خلاص انا عرفت ان هو معدل النمو اليلد بس بتاع الهيتوتروفيك، والاس ار قلنا البي او دي ريموفت معطى برضو، الكي بي دي اللي هو الاند جينوس ديكي ريت، والاندوجينوس ديكيريت ده كان معطى بس عن درجة الحرارة اللي هي 20، انا المفروض احسبه عن درجة الحرارة بتاعة المية اللي هي 10. الاكس دي خلاص احنا عرفناه برضو اللي هو الديجريدابل فراكشن، والديجريدابل فراكشن اوف ميكسد ليكور فولاتايل سسبندد سوليد ده معطى برضو، ده الميكسد ليكور فولاتايل سسبندد سوليد مجهول مش عندي، والتي اللي هي ريزيدنس تايم مش عندي، يبقى دول كده هما الاتنين بس اللي هما مش ايه مش عندي في القانون. وبالتالي اقدر اجيب اول حاجه الكي بي عشان اخلص منها، فالكي بي عباره عن المعادله بتاعتها يعني عند اي درجه حراره، عباره عن الكي بي عند درجه حراره 20 في 1.4 اس تي ناقص 20، هعوض بالتي دي ب 10 اللي هي مديهالي في المساله، فيطلع معايا طبعا الكي بي ده هو مدولي بواحد من عشره في 1.4 اس 10 ناقص 20 هتطلع 67000. هدخل جوه المعادله دي هعوض بالاس ار تي ب 15.4 وعوض عن ال A ب 55%، والبي او دي ريموفت اللي هو الاس ار 200 ملي جرام على اللتر، وخلاص انا جبت الكي بي ب 67000، ومعايا كمان الاكس دي ب 64000، هيبقى ناقصني الاكس في تي والاكس في تي في البسط وفي المقام. كده انا عندي مجهولين، لو فرضت مجهول منهم او فرضت حاجه من الاثنين هقدر اجيب الحاجه الثانيه. وبالتالي لو انا حسبت الاكس في تي بعد ما اضرب طرفين في وسطين هيطلع معايا 1020، لو قدرت افرض حاجه فيهم هجيب التانيه، وبالنسبه لي الاسهل ان انا افرض الريزيدنس تايم ده، ففرضناه ب 12 ساعه، وطبعا ما ينفعش ندخل كده 12 ساعه، لا ده احنا هنحوله ليوم، فهيطلع نص يوم، طبعا 12 ساعه يعني نص يوم. وبالتالي لو انا عوضت هنا عن التي دي بنص، وانا طبعا هشتغل على النص لان الارقام اللي انا كنت شغال عليها هنا
اللي هي 15.4 دي. ما ينفعش ان انا اكون شغال على المعادله بالدي واجي اعوض هنا بالاورز ولا بالمينت مثلا، لا انا هعوض بيه دي في 1020 على نص، هيديني 2040 مللي جرام على اللتر. ده الميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سولت. تعالى بقى للمثال رقم 4، واتكلمنا في الامثله السابقه لو خدت بالك على معظم كلامنا كان على النيتريفيكيشن. تعالى بقى ناخد مثال على الدي نيتريفيكيشن. بيقول لك كالكوليت ذا ريزيدنس تايم required for denitrification in an anoxic basin، يعني الظروف بتاعته anoxic، in an activated large planet under the following conditions، الظروف اللي هي الموجودة عندي في المسألة. effluent nitrate 25 ملي جرام as a nitrogen per liter. طبعا انت بتقولي دلوقتي فين الامونيا، انت مديني ليه نيتريت مش مديني امونيا، دايما الامونيا بتبقى متواجدة بصورة اكبر. فانا هقول لك احنا دلوقتي في عملية denitrification، معنى كده ان في عملية حصلت وهي النيتريفيكيشن اللي هي عملية لأكسدة للأمونيا ودتها للنيتريت، بعد كده عملت أكسدة تاني للنيتريت وصلتها للنترات، وبالتالي اللي داخل عندي في الأنوكسيك بيزن هنا هي النترات اللي نتجت من عملية النيتريفيكيشن، داخلة بيه برقم 25 وبتركيز 25 ملي جرام على اللتر، وبيخرج من الأنوكسيك بيزن ده 5 ملي جرام از نيتروجين بير لتر، ده الإفلونت. وهي درجة الحرارة بتاعت البيزن ده والمية هنا 10 درجة سيليزيوس، والميكس الليكوار فولاتايل سسبند سوليد 2000 ملي جرام على اللتر، ده تركيز الاستاتج عندي 2000 ملي جرام على اللتر. الريت بقى بتاعت دي نيتريفيكيشن ار دي ان، يعني الريت بتاعت دي نيتريفيكيشن عندي درجة حرارة 20 درجة سيليزيوس بواحد من 10 دي ماينس 1، والكي بتاعتي ثابت 1.9%، هي لها رينج طبعا، بس بيقول لك التبيكال او الاكثر برضو شيوعا استخداما هو الرقم ده، يعني لو الرقم ده لو مش هو معطى عندك في المساله بتاخده بواحد وتسعة مية از تبيكال نمبر. ديسولفد اكسجين بواحد من 10 مللي جرام على اللتر. فعلشان نحسب الريزيدنس تايم ده لازم نبقى عارفين ايه اللي اتزال من النيتريت. انت زلت قد ايه من النيتريت، يعني كانك بتجيب كفاءه، انت زلت 20 مللي جرام از نيتروجين على اللتر، بس هل في معدل للنيتريفيكيشن ده بيحصل؟ اه اللي هو ده، بس هل درجة الحرارة بتاعتي 20؟ لا درجة الحرارة 10. فأول حاجة خلينا نتكلم على معدل النيتريفيكيشن، ذا ريت اوف نيتريفيكيشن، ونجيبه الزيرو اوردر، بعد كده نعوض في المعادلة اللي هي بتاعت ان انت زلت قد ايه من النترات. تعال نشوف كده. فأول حاجة هنجيب الار دي ان عن درجة الحرارة او عند اي درجة حرارة، وبالتالي هنشتغل على 10 يساوي الار دي ان عن درجة حرارة 20 في كي اللي هو الثابت اللي انا قلت لك عليه، في تي في اس تي طبعا ناقص 20 في 1 ناقص دي او. وبالتالي بالنسبه لي الار دي ان عند 10 درجه سيليزيوس عباره عن الار دي ان عند 20 1 من 10 في 1.9% اس 10 ناقص 20 في 1 ناقص 1 من 10 اللي هو الديسولفد اكسجين. طلع مع الارقام دي لما ضربها في بعضها طلعت 38 من 1000 جرام نترات از نيتروجين طبعا لكل جرام فولاتايل سسبندد سوليد بردي. ده معدل النيتريفيكيشن عندي في انوكسيك بيزن. طيب الريكوايرد ريزيدنس تايم او السلادج بقى ايج عباره عن ايه؟ عباره زي ما قلت لك عن اتزال قد ايه بالنسبه لي بالنسبه للمعدل بقى بتاع الدي نيتريفيكيشن. ف ان او 3 انفلونت ناقص ان او 3 انفلونت اللي داخل ناقص اللي خارج بيساوي معدل النيتريفيكيشن في السلادج كونسنتريشن او اللي هو الميكسد ليكوار فولاتايل سسبندد سوليد في الريزيدنس تايم بتاعي. وبالتالي هقول هنا ان الريزيدنس تايم هو المجهول الوحيد لان كل ده معطى، ده كان ب 25 ناقص 5 خلاص، ده ب 25 وده 5 وده خلاص انا جبته عند درجه حراره 10 هنا كده ب 38 من 1000. في الاكس في مديهولي هو ب 2000 فهعوض برده عنه ب 2000 هطلع التي هنا ب 2.63 يعني 263 من 1000 دي، لو ضربناها في 24 هتطلع 6.3 من 10 اور. طبعا هيطلع هنا دي لانه قلت لك انا بشتغل في المعادلات دي بير دي، فهحولها طبعا لاور لان الرقم بتاعي بسيط لان بتكلم على الريزيدنس تايم. طيب تعالى بقى للمثال رقم 5، وهو بيقول لك استيميت ذا ريكوايرد فوليوم اوف ا بلاستيك ميديا تريكلينج فلتر. من ضمن المهام التريكلينج فلتر انه ممكن يعمل نيتريفيكيشن برضه، ممكن ان هو يشتغل في عمليه ازاله الامونيا طبعا فور ذا ريموفال اوف امونيا فروم ا سكندري فلوينت اندر ذا فولوينج كونديشنز. فبيديك تصرف اول حاجه كيو 13.2
مليون جالون بير داي او 50,000 متر مكعب بير داي، دي التحويله بتاعتها طبعا. اللي داخل من الامونيا هنا از جازز اهو نيتروجين نشادر ان اتش 3 از نيتروجين 20 ملي جرام على اللتر، واللي خارج من التريجن فلتر ده 2 ملي جرام على اللتر. درجه الحراره بتاعتي 10 درجه سيليزيوس، والميديا سبيسيفيك اريا اللي هي بقى المساحه بتاعه الميديا اللي بستخدمها 100 متر مربع لكل متر مكعب عندي من حجم التريجنج فلتر ده. فتعال نشوف حل المساله بتاعتنا. طبعا حل المساله دي بيعتمد على كذا حاجه، يعني بيعتمد على توصيات واحد اسمه بويلر، ده مش سخان طبعا، ده اسم عالم بويلر اند جوجر. دول عملوا توصيات، بناء على التوصيات دي هنقدر ان احنا نحسب الفوليوم بتاع الفلتر ميديا. وبرده في كذا زي ما نقول كده فيجر او رسمه نقدر من خلال العلاقات دي ان احنا نحدد كمان الفلتر ميديا، بس احنا هنكتفي بتوصيات بويلر وجوجر ده ولا اسمه ايه، الاثنين دول يعني ما علينا. فالريكومنديشن لودنج، التوصيات بتاعت اللودنج، انت بتحمل المساحه بتاعتك بقد ايه امونيا اللي داخله بالنسبه لك، انت عندك تصرف داخل في امونيا تركيز، يعني داخل لود من الامونيا دي. فبالنسبه لك 4 من 10 جرام ان اتش 3 از نيتروجين لكل متر مربع في اليوم الواحد، ده التوصيه بتقول لك كده انك تحمل الاريا او المساحه السطحيه ب 4 من 10 جرام ان اتش 3. طيب الامونيا تو بي نيتريفايد، اللي هي حصل لها عمليه نيتريفيكيشن اللي هي اتزالت من الاخر، عباره عن ايه اللود بتاعها؟ عباره عن ايه؟ قلت لك اي لود في الدنيا عباره عن تصرف في تركيز. طيب انا عندي التصرف كام؟ 50,000 متر مكعب بردي. التركيز اللي اتزال قد ايه؟ دخل 20 خرج 2، يبقى 20 ناقص 2 يعني 18، فهيديك 900,000 جرام بردي. وانا هنا مش هحولها لكيلو جرام ولا طن ولا اي حاجه، لان انا مديك التوصيه اصلا بالجرام، فهشتغل عادي جدا عشان اقدر اطلع السيرفيس اريا بتاعتي. بالنسبه لي قادر ريكومندد لودنج، فاللودنج عباره عن لود على اللودنج عباره عن لود على الاريا، وبالتالي اللود عندي 900,000 جرام بير داي، واللودنج او ريكومندد لودنج عباره عن 4 من 10، وبالتالي هيطلع معايا 2,250,000 متر مربع. وانا قايل لك ان انا عندي السبيسيفيك اريا بتاعه الميديا لكل متر مكعب 100 متر مربع لكل متر مكعب، وبالتالي اقدر اجيب الحجم اللي انا محتاجه ولا لا. اقدر بكل سهوله ان انا اقسم ال 2,250,000 متر مكعب او متر مربع على المية دي، طبعا دي متر مربع لكل متر مكعب، وفوق متر ايه؟ فوق متر مربع، فبالتالي المتر مكعب هتطلع معايا فوق، فهتطلع 22,500 متر مكعب، وده الفلتر ميديا فوليوم اللي انا محتاجه، او 794,490 في التكعيب. وبكده نكون خلصنا موضوع النيتروجين ريموفال. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.